ظلوا أن أنتظر حتى آخر لحظة. سببت لهم رعبا حقيقيا يا ماجد، لما لم تخبرنا أنك لاعب ماهر؟ قل لي، هل هذا هو التواضع؟ ثلاثة أهداف فقط؟ يجب عليكم أن تضاعفوا جهودكم في الشوط الثاني. لن نقبل بأقل من 20 هدفا. أجل، لن نسمح لهم بأن يتجاوزوا نصف ملعبهم بعد الآن. سالم، سمير، أنتما توليا مراقبة ذلك الفتى القصير. ماذا؟ نراقبه، سيخسر الفريق جهودنا إن راقبناه. هذا صحيح، إنه لاعب ضعيف. نفذا ما سمعتماه. هل نسيتم الاتفاق؟ لن ندخل إلى هذا الملعب إن سجلوا هدفا واحدا. تذكروا تسديدته، لو لم يخطئ لكنا الآن في الطريق إلى بيوتنا. ماهر، أنا سألعب في مكانك. حاضر، ستلعب؟ معقول؟ هل نسيت ما قلت؟ إنه فريق ضعيف. لم أكن أعرف ذلك الفتى القصير الذي انضم إليهم، وأخشى أن يفجر مفاجأة. سيدفعون ثمن سخريتهم منا، فأنا واثق بأننا قادرون على طرق مرماهم في الشوط الثاني. لدينا الآن من يساعدنا. لو لم يكن ماجد بيننا لخرجنا خاسرين بعشرة أهداف على الأقل، فقد شاهدتم كيف أنقذ مرمانا. صحيح، بذل جهده ليبعد الخطر عن مرمانا. المهم، علينا أن نغير خطة لعبنا. ستنتقل إلى قلب الهجوم في الشوط الثاني. أنا موافقة، لأن رأس الحربة يناسب مواهبه في اللعب. أرجو عدم المقاطعة. ماجد، أخبرني، هل أنت موافق على اللعب في رأس الحربة؟ موافق. وعلى كل من يتسلم الكرة أن يمررها إلى ماجد. حاضر، سنفعل. إذن هيا بنا، يجب أن يكون الملعب من نصيبنا. من نصيبنا. هيا لننطلق. هيا. لحظة واحدة. ما الأمر؟ لا بأس، سنجربها. وأخيرا عاد إلى مكانه، لقد شعر بالخطر. هيا هيا، أسرع أسرع. هيا، يبدو أن نتيجة الشوط الأول لم تؤثر في نفوسهم. هيا تقدموا. أحسنت يا عمر، واصل الهجوم. هيا يا عمر. أنا هنا. ماجد، مرر إلي. غد. لا لا، لن يستطيع اللاعب الجديد أن يفعل شيئا، لأن يدا واحدة لا تصفق. لا بد من لاعب آخر يهيئ له فرصة الهدف. لن أسمح لك بالمرور، الأفضل أن تترك الكرة. ماذا تقول؟ لا تسخر، سترى. هيا انطلقوا. خالد، أرر إلي الكرة من خلفهم. خاطر، اعتمد علي. لا يهمنا كم هدفا سجلوا في مرمانا، المهم أن ننهي المباراة بهز شباكهم. هل سيتخلص من الرقابة؟ ماجد، تحرك إلى الطرف الآخر من الملعب. مفهوم. إنه يقترب مني. وليد، كن مستعدا. هيا سلم. ماجد ماجد، هيا هيا. ماجد، ماذا سيفعل؟ هيا يا ماجد، لا تخف منهم. اتفقان علي، كيف سأحصل على الكرة؟ ماجد، تخلص منهما، لا حل آخر. لا بأس. لا أصدق. لا. سيسجل. Thank you.
يزال هناك أمل. إنها لي. أحصدتم يا شباب! إنها كرة على طبق من ذهب، فلا تضيع الفرصة أيها الفتى. هيا يا ماجد! هيا يا ماجد! هيا! هيا يا ماجد! انتظرك! سددها! الآن سدد! بسرعة! طبعا يا وليد! طبعا يا وليد! هيا! ماذا؟ يا للخدعة! لن تسجلوا! ابتعدوا! لم يخيب أملي. أحسنت أيها الفتى. أي فرح أشعر به، كأنني صاحب الهدف. الحق علي، يبدو أنني لم أقدر موهبته. خسرنا. أي لاعب هذا؟ لا أصدق ما حدث. والآن يا وليد، لقد سجلنا هدفا. لا بأس، هذا الملعب تحت تصرفكم. عذرا، ما اسمك؟ اسمي ماجد، ماجد حلمي. أهلا يا ماجد، أهلا وسهلا بك. لن تسجل هدفا في المباراة القادمة، هذا وعد. الأفضل لك ألا تتسرع. إلى اللقاء. هيا بنا. وليد، اليوم بدأنا، سنسعى للفوز عليكم في أقرب وقت ممكن. كرة القدم، هل سأعود إليها؟ أقدم إليك شكرا نيابة عن أعضاء الفريق. نحن فخورون بانضمامك إلينا. هذه لا تناسبك، سنحضر لك ثيابا جديدة. ها؟ شكرا. سأختبر مهاراتك على طريقتي يا ماجد. ماجد، لديك سرعة في البديهة. شكرا يا سيدي، أحب أن أعرف من أنت. هكذا كانت بدايتي مع الفريق الجديد. سجلت هدفا في مرمى وليد
ليصير ملعب التدريب تحت تصرفنا. ولكن من ذلك الرجل الذي أدهشنا بتسديدته القوية؟ وهل سيكون له دور في فريقنا؟ لماذا كان يراقبنا؟ وما الذي اكتشفه في أسلوب لعبه؟ تابعوا الحلقة القادمة لتعرفوا ذلك. لا نزال في بداية الحكاية. أنا ماجد حلمي، إلى اللقاء.